إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد في هذه الليلة نتابع درسنا في هذا الكتاب العظيم شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جعله في بيان ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات وما يجب له من إخلاص العبادة، وسلك منهج الصحابة الكرام المهاجرين والأنصار ومن سار على نهجهم، فألف هذا الكتاب العظيم وجمع ما قيل في هذا الباب من كتب شتى، واعتمد على ثلاثة أشياء: اعتمد على القرآن الكريم، واعتمد على السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد على ما أجمع عليه السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة أجمعت على وصف ربنا سبحانه وتعالى بما يستحقه من الكمالات، ووحدته وعظمته بما يستحقه من العبودية. ولهذا نقل هذا الإجماع في القرون المتتابعة، فالصحابة تعلموا الحق من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للصحابة أن يقولوا في دين الله بغير الحق، فهم الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله زكاهم في كتابه الكريم، وهم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وعرفوا الدين الصحيح، ثم أخذ هذا الدين عنهم التابعون ثم أتباع التابعين. وشيخ الإسلام لما ألف هذا الكتاب ذكر فيه ما قاله أئمة أهل السنة والجماعة والمحدثين، وذكر أنه لو نقل عن جميع من نقل الإجماع لتجاوز النقل الألوف، لكنه
اختصر على بعض الأشياء، وأحياناً يحذف الأسانيد من باب الاختصار، فنرى أن هذا الإمام العظيم قد قدم للمسلمين هذا السفر الكبير ليعرفوا الحق ويسيروا عليه، ولا يخالف ما جاء في هذا الكتاب إلا أهل البدع قديماً وحديثاً، وهو كما مر معنا في الدروس السابقة ذكر أن أول خلاف بدأ في أواخر عهد الصحابة، وذكر أن سبب هذا الخلاف كان من فرقة مبتدعة تسمى الخوارج، وأنهم فهموا من الكتاب والسنة فهماً مغلوطاً، ولذلك وقعوا في الانحراف. ثم جاء بعدهم فرقة خبيثة باطنية وحرفت الدين أيضاً، ثم نشأت الفرق، وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني اعتمدوا على القرآن والحديث وإجماع السلف الصالح، هذا الذي كان عليه هو وأصحابه في دين الله عز وجل. ولهذا تسمى هذه الفرقة الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بالنجاة، فقال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعلى العاقل البصير أن يحرص على التفقه في دين الله من الكتب الموثوقة، وأوثق كتاب هو كتاب الله، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع المهاجرين والأنصار، ولا يشوش على نفسه بكثرة الكتب المنحرفة. فهناك كتب منحرفة حذر منها العلماء، وهناك كتب خلطت الغث بالسمين، وتمييز الصحيح من غير الصحيح يحتاج إلى شخص عنده فقه في دين الله، فيحتاج إلى أن يتفقه في دين الله، وإن كان لا يدرك الصواب في كل هذه المسائل فعليه أن يقتصر على الكتب الموثوقة الصحيحة، وعليه أن يسأل أهل الذكر الذين يثق في دينهم وإيمانهم وعلمهم، فإن هناك سبل كثيرة تذهب ذات اليمين وذات الشمال، وعلى رأس كل سبيل دعاة من دعاة الباطل، فلا يغتر بذلك، وخاصة في هذه الأزمنة الكثيرة، في هذه الأزمنة الحاضرة التي انتشرت فيها وسائل الاتصال، وصار كل يكتب وكل يرد وكل
يعرض بضاعته، فيحتاج أن يكون المؤمن على حذر. وكان من آخر ما ذكره شيخ الإسلام من العلماء الذين نقلوا إجماع السلف الصالح عالم من علماء المسلمين عاش في القرن الثالث الهجري، وهذا العالم هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي الفارسي، محمد بن خفيف الشيرازي الفارسي، فإنه ألف كتابا عظيما في التوحيد وفي مسائله، ولذلك نقل منه شيخ الإسلام أشياء كثيرة مفيدة جدا، لأن هدفه الحق ولم يتعصب لمذهب معين. فإن شيخ الإسلام كما هو معروف تتلمذ على المذهب الحنبلي، لكنه لم يتعصب له، وإنما يقبل الحق ممن جاء به، ولهذا ذكر عن هذا العالم الشيرازي الفارسي، ذكر عنه مسائل عظيمة جدا، وذكر إضافة إليها ما يؤيدها من كلام العلماء الآخرين. وكنا قد وقفنا على مسألة عظيمة، وهي الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام، وهو ذكر هذه المسألة لخطورتها، فقال قوله ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، ثم ذكر ماذا قال هذا العالم الكبير، قال وقولنا فيهم أنهم مؤمنون على الإطلاق، يعني الذين وقعوا في الكبائر هم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وهو في هذه المسألة يبين أن من أصول أهل السنة أنهم لا يخرجون المسلم من الإسلام بوقوعه في الكبيرة، وإنما يخرجونه إذا وقع في الشرك، أما إذا وقع في الكبيرة فهم لا يخرجونه من ذلك، وإنما يجعلونه تحت مشيئة الله وذنبه تحت المغفرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على ذنوبه، ثم مصيره إلى الجنة. ومن أعظم الأدلة على ذلك ما جاء في حديث الشفاعة، أن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى النار فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، يعني الذي وقع في المعاصي لكن عنده شيء قليل من الإيمان، أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، فهذا يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من النار هم الذين يسمون بالجهنميين،
لأنه قد أحرقتهم جهنم، إلا أن جهنم لا تأكل مواضع السجود، فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمواضع السجود ثم يخرجهم من النار وقد صاروا فحماً. فهؤلاء هم أهل الإسراف على أنفسهم والوقوع في الكبائر. ولا شك أن الشرك من أكبر الكبائر، فإذا أطلق الشرك، فإذا أطلقت الكبائر لا بد أن تعرف أن منها الشرك الأكبر ومنها النفاق الأكبر، لكن لا يدخل في مسمى مصطلح الكبائر عندما يبحث العلماء الكبائر، وإنما الشرك والنفاق الأكبر هذه مخرجة من الملة، وهؤلاء لا تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكبائر والمعاصي فهؤلاء هم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لهم، وهو أدرج هذه المسألة في باب العقائد، لأن أهل البدع جنحوا ذات اليمين وذات الشمال، فالخوارج كفروهم، قالوا أهل الكبائر هؤلاء خرجوا من الإسلام وهم من أهل جهنم، فعندهم الزاني كافر، وعندهم السارق كافر، وعندهم آكل الربا كافر، وهكذا. وأما المعتزلة فقالوا هم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كفار ولا مسلمين، هم في منزلة بين المنزلتين، لكنهم إذا ماتوا من غير توبة فإنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، فهم في النتيجة وافقوا الخوارج في ذلك. وجنح قوم آخرون وقالوا لا تضر الكبائر أبدا ولا الذنوب، ومجرد تلفظه بالشهادة ولو لم يعمل فهذا كافي في دخوله الجنة وإخراجه من الكفر، ولو ارتكب من الذنوب ما ارتكب. وهؤلاء هم المرجئة إلى غير ذلك من الفرق التي ناقشها العلماء في كتب الفرق، ولا نطيل بذكرها، والذي يهمنا هنا هو أن نركز على ما نقله العلماء من إجماع على العقيدة الصحيحة التي كان عليها المهاجرون والأنصار. وكان ذكر أيضا في كتابه ابن خفيف، ذكر في كتابه مسألة كبيرة أحدثها أهل البدع وكانت خطيرة جدا، وهي مسألة القول بخلق القرآن، فإن هؤلاء قالوا القرآن مخلوق، وهذه المسألة خطيرة في غاية الانحراف، وهي كان لها أثر كبير في زمن الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قد عذب لأجل ذلك، وهو كان يعلم خطورة هذا القول، لأن من قال بخلق القرآن وهو صفة لله عز وجل فمعنى ذلك أنه يجعل صفات الله عز وجل مخلوقة. قال
ثم كان الخلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال: فقولنا وقول أئمتنا، هذا ابن خفيف يقول قولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه مسألة القرآن، وهي من المسائل التي من أجلها تحمل الإمام أحمد ما تحمل، وهي القول بخلق القرآن. قال: وهو كفر بالإجماع. القول بخلق القرآن كفر بالإجماع، لأنه جحد لصفة من صفات الله. ومعنى ومن جحد صفة من صفات الله فإنه كافر، هذا حكمه، فإنه كافر، إلا إن كان له أعذار، فهذه يبحثها العلماء في باب هل هو معذور أم لم أم غير معذور، أو هل قامت عليه الحجة، أو هل مثله يجهل ذلك. لكن الأصل من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. ولما تجدون هذا الكلام من أنكر، لما تجدونه بعض الناس قد يتعجل ويكفر قبل أن تقام الحجة على صاحب القول، وقبل أن ينظر هل له أعذار أم ليس له أعذار. لكن المسألة في أصلها كفر، ولهذا قال هنا: وهو كفر بالإجماع، فإن القرآن كلام الله، وكلامه تعالى صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، لأنه تعالى غير مخلوق، وليس شيء منه مخلوقا، فعلمه ووجهه ويده وقدرته ومحبته وإرادته وكلامه وسائر صفاته وأسمائه غير مخلوقة. ومن قال بخلق شيء منها كفر، نسأل الله العافية. وقد قال الإمام، وقد نقل الإمام اللالكائي قول أكثر من 550 إماما في هذه المسألة، وقالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. إذن هؤلاء الذين نقل عنهم الإمام اللالكائي خمسمية وخمسين إماما، وهذا هو الإجماع الذي أراد إراده هنا، أن هؤلاء الأئمة لنقل أقوالهم، وأما الذين ما نقل أقوالهم فهم كثر جدا يبلغون الآلاف، لكن الذي نقل أقوالهم فهم 550 إماما، كلهم يقولون: من قال إن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر. وهؤلاء الذين قلع أعدادهم الكثيرة هم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة، فإن الصحابة مجمعون أيضاً على ذلك، سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم. يعني هذا الأشخاص الذين نقل عنهم يتفاوتون، فمنهم أئمة كبار أهل فتوى وأخذ الناس بأقوالهم، قال: فمنهم نحو من 100 إمام
ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة. يعني لو نقل كل ما قال بهذا هذه العقيدة لبلغ ألوف كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر، ولا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه. يعني من قال بخلاف قولهم فإنهم يستتيبونه على هذا القول المنحرف، أو أمروا بقتله، لأنه قد قتل إذا أصر على العقيدة المنحرفة هذه، فهم إما استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه وصلبه. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم، ثم جهم ابن صفوان، ثم قال ابن خفيف لأنه صفة لله. يعني كان هذا حكم من قال إن القرآن مخلوق، قال لأنه صفة لله، لأنه كلامه، ولكنه مسموع لنا. انتبهوا لهذا النقطة بالذات، لأن أهل البدع أشبه عليهم أن القرآن بلغه جبريل، فهم قالوا كيف يكون كلام الله ويكون كلام جبريل، وهم يجهلون أن جبريل سمعه من الله ثم بلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم أشكل عليهم كيف يكون سمعه جبريل من الله وتكلم به الله ثم جبريل بلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لأنه كلامه ولكنه مسموع لنا من غير الله، يعني نحن نسمعه من غير الله، والمسلمون سمعوه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقد سمعه جبريل من الله بصوت الرب. وهذا المشكلة أيضا عندهم الثانية، أنهم يقولون الله لا يتكلم بصوت، فماذا سمع جبريل؟ فهم يظنون أن الرسول أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه من اللوح المحفوظ، لكن هذا جهل عظيم، فإن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت، فسمعه جبريل ثم نقل هذا القرآن فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: سمعه جبريل عليه السلام من الله بصوت الرب سبحانه وتعالى، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم بصوت جبريل، سمعه نبينا بصوت جبريل، وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم بصوت نبيهم، وسمعه التابعون من الصحابة، وهكذا حتى تواتر إلينا محفوظا بحفظ الله من غير زيادة ولا نقص. ومن زعم أنه زيد فيه حرف أو نقص منه حرف من غير القراءات الثابتة
فقد كفر بالله العلي العظيم إجماعا. القراءات في قراءات في القرآن مذكورة، بعضها متواترة وبعضها غير متواترة، لكن من زعم أنه نقص حرف مما جاء عن الله عز وجل فإن هذا كفر بالإجماع. وجبريل سمعه من الله تعالى ولم يأخذه من اللوح المحفوظ. انتبهوا إلى قوله لأهل البدع، قالوا جبريل أخذه من اللوح المحفوظ حتى يهرب من قولهم أن لله صوت وأنه تكلم بهذا الصوت وسمعه جبريل. وجبريل سمعه من الله تعالى ولم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يزعمه أهل البدع من الأشعرية والكلابية الذين ينكرون أن يكون الرب تعالى يتكلم متى شاء، وينكرون أن يكون كلامه بحرف وصوت. وهنا أشار المحقق إلى كتاب كتبه الإمام السجي، وهو كتاب نفيس، رد على من أنكر الحرف والصوت، والكتاب مطبوع هذا، وذكر الأدلة التي تبطل هذه البدعة، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، فقد نزل به جبريل عليه السلام من الرب تعالى وليس من اللوح المحفوظ. فمن قال أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فمعنى ذلك أنه لا يصدق أنه منزل من الرب، وهذه خطورة هذا القول المنحرف. ثم قال عن القرآن: منه بدا قولا، منه بدا قولا، يعني منه من الله بدا قولا، يعني هو القائل به. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بخلقه فيكون بدا من ذلك المحل المخلوق. فكلام الله تعالى لموسى عندهم بدا من الشجرة، يعني إن لما يكلم موسى ويراجعه الكلام يقولون أنه خلق كلامه في الشجرة وموسى سمع من الشجرة، كل فرارا عن أن يكون سمع كلام الله عز وجل. وقوله وإليه يعود حكما، يعني القرآن يعود إلى الله حكما، فيقال كلام الله لأنه قام به تعالى، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. الكلام تقول هذا كلام من؟ إذا سمعت شيء فيقول لك مثلا هذا كلام جرير أو كلام فلان أو كلام فلان، ولا يطلق هذا الكلام لمن بلغه، وإنما الكلام ينسب لمن نطق به. وروى الطبري عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. وهنا أيضا يشير المعلق بأن الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله
له رسالة حول هذه المسألة بعنوان الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية نزول القرآن الكريم، وهي رسالة ثمينة وفيها تقعيدات سلفية مهمة جدا رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى مهمة، من الذي ذكرها؟ لا زلنا مع ابن خفيف في كتابه المهم، وهي مسألة الرؤية. قال: وقولنا فيها وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، أن الله يرى في القيامة، وهذا من أصول أهل السنة المتفق عليها، وهذا من أصول أهل السنة المتفق عليها عندهم، أن الله تعالى يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، والأدلة على ذلك صريحة في القرآن وتواترت بها السنة. قال شيخ الإسلام: واعلم أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأهل السنة من جميع الطوائف ما معنى كلامه؟ يعني يقصد من المذاهب المتبوعة، يعني أهل السنة من الحنابلة ومن الحنفية ومن المالكية ومن الذين يتبعون أئمة، فهؤلاء متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة عياناً، يعني بأعينهم التي في وجوههم يرونه عياناً، كما يرون الشمس والقمر، وكما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً، كما يرى القمر ليلة البدر صحواً، وكما ترى الشمس في الظهيرة. وقال أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري هذا له أطوار، يعني كان معتزلياً ثم تاب ورجع، وكان من آخر أطواره أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكرها في كتابه الإبانة، وذكر قبل ذلك في بعض الرسائل هذا الكلام، ذكره الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. فالأشاعرة المعاصرون وقبل المعاصرون يخالفونه في ذلك، لكنه هو وافق أهل السنة والجماعة في هذا، ونقل الإجماع أيضا، قال: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين وجوههم، وعلى ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع كل إشكال فيه
بقوله للمؤمنين ترون ربكم عيانا، وقوله وترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه. وهذه الأحاديث مذكورة في أصح الكتب في صحيح البخاري وفي غيره، فهي مجمع على صحتها. ثم بدأ ابن خفيف يسرد العقيدة الصحيحة، فقال: أذكر أحكام الجمل من العقود، يعني ما نعتقده، فنقول ونعتقد أن الله تعالى له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء، وهذا قول، يعني عرشه في السماء قطعا، عرشه فوق السماء السابعة، والعرش موجود حقيقي، استوى عليه الله عز وجل، لكن أهل الباطل يجعلون العرش هو الملك، يعني استوى على الملك، يعني سيطر، مجرد أنه سيطر، ولا يجعلون عرشا حقيقيا كريما لله عز وجل استوى عليه. وهذه من الطامات التي وقع فيها البدع، قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. ولماذا ينص الإمام في عقيدته؟ لأن ليفسد البدع التي انتشرت في زمنه وقبل زمنه، فإن بعضهم الذين يفكرون بعقولهم القاصرة يقولون: هل معقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وتبقى هذه السنين الطويلة معطلة ما فيها أحد؟ ويرون أن هذا عبث، والعبث هو كلامهم، فإنها ليست معطلة، وكلامهم رد للنصوص التي جاءت بأن الله أعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. ومراد عرج بنفسه يعني بذاته، الروح والجسد، وليس المراد أنه عرج بالروح، فإن القول أنه
عرج بروحه فقط قول ضعيف جدا شاذ، لكن القول الصحيح هو أنه عرج به ببدنه وبنفسه، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، كل هذا يشير إلى بدع انتشرت، فهو ينص على أن عقيدة المسلمين تخالف هذه البدع التي انتشرت، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير ويبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ ألا هل من مستغفر؟ إلى آخر الحديث، وسوف يأتي له بسط، وينزل عشية عرفة. وقال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر كما يقوله أهل البدع، يعني أنه فقير إلى الله، الناس كلهم فقراء إلى الله لكنه خليل، لا، غاية المحبة. نعتقد أنه تعالى خص محمداً صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. طبعاً هذا على الخلاف، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لم يره؟ ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر الآية. ونعتقد أن المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب، المسح على الخفين ما علاقته بالعقيدة؟ لماذا نص عليه؟ لأن إنكار المسح على الخفين من شعار أهل البدع الشيعة، فهو يبين أن هذا الحكم ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذه أهل البدعة شعارا، ولذلك نص عليه. وذكر هنا نقل نقله عن الشيخ، عن شيخ الإسلام قال: يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب وبالخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، يعني التكفير ظهر من الخوارج، فهي أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم، يعني ذم الذين كفروا المسلمين والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه، يعني الحديث الذي في صفة الخوارج،
وأفرد البخاري قطعة منه، وقال ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع، ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت بدعة القدرية والمرجئة، ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية. ولما عُرِّبت كتب الفرس والروم في عهد المامون، عُرِّبت يعني نُقلت كتب الفرس والروم إلى اللغة العربية، قام عليها الخليفة المامون وترجمها، فأدخل على المسلمين شراً عظيماً. قال: فلما عُرِّبت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم، وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس، لأن الفرس كانوا نقلوها من كتب الهند، انتقلت بتوسط الروم إلى المسلمين، فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان مع ما أظهروه من التشيع، يعني اتخذوا التشيع ستار، وهم قد ركبوا مذهبهم من المجوس واليونان. وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطيلاً وكفراً، هذا ذكره شيخ الإسلام في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، وذكره أيضاً في منهاج السنة. وقوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، قال: نعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. قال: والإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك معروفة لا تحصى من الكتاب والسنة. فعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الحديث متفق على صحته. وفي حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل، وفيه: ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. وهذا أيضا متفق على صحته. قال: وهما مخلوقتان الآن، يعني الآن الجنة موجودة والنار موجودة. وفي أدلة كثيرة على ذلك خلافا للخوارج والمعتزلة،
الذين يزعمون أنهما إنما يخلقان يوم القيامة، وأن وجودهما الآن من غير أن يدخلها أحد عبث، وهذا رد للنصوص. شوف الإنسان لما يعجبه عقله فيحكم بعقله القاصر، قال: وهذا رد للنصوص المتواترة وقصور في العقل أيضا، فإن حكم وجودهما الآن لا تحصى، والأدلة على وجودهما الآن كثيرة، كذكره تعالى أنهما معدتان، فيقال: واتقوا النار التي أعدت، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والمعدة لا تكون إلا موجودة، مخلوقة، مهيئة، مرصدة. وأخبرنا سبحانه أنه أسكن آدم وزوجه الجنة، يعني آدم وزوجه أسكنه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا حديث متفق عليه. وفي فتنة عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث.